العمليات في أم درمان، العمليات في أم درمان تمضي بوتيرة كبيرة، كل يوم تزداد. المتمردين الآن أصبحوا داخل البيوت قناصات بكثافة في كل العمارات تقريبا. إخراجهم يتطلب الهجوم على هذا المبنى ثم المبنى الذي يليه، هذا ما أخر التحرير. لكن قواتنا في كل يوم بتمضي بخطوات كبيرة نحو الأمام من منطقة وادي سيدنا، وفي الاتجاه الآخر أبطال المهندسين، أبطال أم درمان العسكرية وجواسر العمل الخاص الميامين، يزحفون من الجنوب إلى الشمال بضراوة أهل السودان، بشجاعة أهل السودان. نحيي أهلنا الكرام في أم درمان، أم درمان العزة والصمود والشموخ. ودائما أبناء أم درمان سعد يقولوا وحياة سما السودان وأمنا أم درمان كانوا على حق، لأن أم درمان هي نموذج مصغر لكل أهلنا في الوطن الحبيب الغالي. أم درمان بإسنياتها، بقبائلها، بأحيائها، في حتى أسماء الأحياء، كل اسم حي يرمز لإسنية، لاتجاه، لإقليمي، لكل مكونات الشعب السوداني والثقافات بتاعت الشعب السوداني، كلها في بوتقة أم درمان تمازجت وأخرجت لنا شعب أم درمان اللي هو نموذج للتعايش لأهل السودان. انصهرت الثقافات والعادات والتقاليد واللهجات كلها في إنسان أم درمان، فحري بنا أن نمجد ابن أم درمان وبنت أم درمان، والآن أيضا هم نموذج في التلاحم مع جيشهم، مع أبطالهم، مع أجهزتهم الأمنية، مع الوالي حقهم في تسيير أمور الحرب، في المقدمة مع القوات المسلحة، مع الشرطة، مع قوات المخابرات.